على ذكر مباراه الغد ان شاء الله، بطبيعه الحال في حاله ترقب لمباراه الاهلي وفيتا كلوب في الجوله الرابعه للمجموعه الاولى بدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. النهارده ان شاء الله هيكون في اجتماع فني للمباراه، الكلام ده هيحصل الساعه 11 صباحا بتوقيت الكونغو، يعني 12 ظهرا بتوقيت القاهره، للاتفاق على جميع التفاصيل الخاصه بالمباراه. الجدير بالذكر ان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي وكابتن سمير عدلي المدير الاداري هيحضروا الاجتماع الفني في مقر اقامه طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراه. النهارده كمان هيكون المران الرئيسي للنادي الاهلي على ملعب الشهداء اللي هيستضيف المباراه، وبالمناسبه الكلام ده بيتم وفقا للوائح الاتحاد الافريقي لكره القدم اللي بتمنح الفريق الضيف الحق في التدريب مرتين على ملعب المباراه اذا كانت ارضيه الملعب من النجيل الصناعي. خلينا برضو نقول لحضراتكم نطلعكم على الجديد الخاص بالفريق الاول. امبارح زي ما احنا عارفين الاهلي خاض مران الاول، وقبلها كان في مسحه طبيه طبعا وفقا للبروتوكول المعمول به في جائحه كورونا. بعدها عقد المدير الفني للفريق باتشو موسيماني محاضره فنيه، لكن الخبر اللي خلينا نقول يعني قلقنا امبارح كان تعرض محمد هاني مدافع الفريق لاصابه كانت اسفل الحاجب اثناء المران، مما ادى لخروجه برفقه هنا الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق، اللي قام بعد كده بعمل غرز تجميليه للاعب في مكان الجرح طبعا اللي نتج عن الكدم. بس الحلو في الموضوع اللي احنا بنطمن حضراتكم الحمد لله الدكتور احمد ابو عبله قال ان الاصابه مش هتمنع محمد هاني من المشاركه بشكل طبيعي جدا في المران الرئيسي للاهلي النهارده، وانه هيكون تحت تصرف الجهاز الفني في مباراه فيتا كلوب الكونغولي. ومن ناحيه ثانيه برضو اكد الجهاز الطبي للفريق جاهزيه هنا بقى الثنائي عمرو السوليه وطاهر محمد طاهر للمشاركه في التدريب الرئيسي بعد خوضهم برنامج تاهيلي على هامش مران الفريق بالامس، وفقا طبعا للبرنامج التاهيلي اللي بيخضع ليه الثنائي استعدادا لمشاركتهم في التدريبات الجماعيه للفريق. نرجع نقول مره ثانيه ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا في المباراه غدا، واللي هناكد برضه ما فيش رفاهيه الخساره ان شاء الله ولا حتى التعادل، باذن الله يكون الفوز اهلاوي بكره يا مسهل الحال يا رب.